الكتاب المقدس بيعلمنا حقيقة مهمة جدا في الخلاص، وهو إنه خلاص وفداء المسيح مش خاص بس بنفوسنا وأرواحنا، لكن كمان أجسادنا ليها نصيب في هذا الخلاص، لأن المسيح فداءه لينا كان فداء بالكامل، نفس وروح وجسد. لكن بشكل عملي فداء المسيح لن يكتمل هنا على الأرض، لكن إحنا منتظرين مجيء المسيح الثاني اللي فيها تحرر أجسادنا من أثار السقوط. فلما يرجع المسيح مرة تاني وياخد كنيسته هيقيم أجساد المؤمنين من التراب، وده اللي بيقوله بولس في رومية 8 إن إحنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. يعني نقدر نقوله إنه مرحلة الفداء النهائية اللي إحنا هنوصل ليها بعد ما ناخد أجساد القيامة اسمها التمجيد، وده اللي بولس بيقوله في رومية 8 إن إحنا هنتمجد مع يسوع. بولس بيرسم لنا مراحل الفداء في رومية 8 بشكل جميل جدا، بيقول إن المرحلة الأولى اسمها التبرير، وفي مرحلة اسمها التجديد، وبعد كده التقديس والتبني، لكن آخر مرحلة هي التمجيد. وده لما قال إن الذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. يعني نقدر نقول إن التمجيد هو المرحلة الأخيرة بالفداء، وهيتم بعودة المسيح في المجيء الثاني لما يقيم أجساد المؤمنين بالموت بعد اتحاد أرواحهم بأجسادهم. بعد كده هيعمل عملية تغيير لأجساد المؤمنين الباقين على قيد الحياة، وهيديهم جسد القيامة، أي جسد سماوي مش جسد ترابي. في كتير قوي من المقاطع الكتابية في العهد الجديد اللي اتكلمت عن مجيء المسيح الثاني، لكن ما فيش غير مقاطع قليلة اللي اتكلمت عن قيامة الأجساد وتمجيدها. فمثل المسيح في يوحنا 5 قال: فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثالث يوحنا يقول كده: ولكن نعلم أنه إذا أظهر، أي المسيح، نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. وبولس الرسول بيقول في فيليب 3 إن سيرتنا نحن المؤمنين هي في السماويات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. يعني نقدر نقول ببساطة إنه الجسد الجديد الممجد اللي هناخده بعد القيامة هي نفس صورة جسد يسوع المسيح بعد ما قام من الموت. هذا الجسد لن يمرض، لن يتوجع، مش هيقابل ظروف صعبة، مش في أي عيوب تماما، لكنه هيكون جسد كامل. وده اللي بولس قاله في كورنثوس الأولى 15 لما شبه أجسادنا الأرضية المائتة بأنها بذرة، وأن الله في النهاية هيمنحنا أجساد مختلفة هتشبه جسد المسيح المقام المجيد. لو بصينا لأجسادنا النهاردة ممكن نبقى مكتئبين شوية أو زعلانين لما نشوفها مرضانا أو نشوف أجسادنا في وضع إحنا مش حابينه، ولكن عندنا رجاء إنه الله يدينا أجساد أبدية ممجدة فيها قوة روحية عظيمة. ده الرجاء اللي احنا مستنينه، مجيء المسيح الثاني، وإن احنا نلبس أجساد روحية مؤهلة تماما للحياة السماوية الفائقة للطبيعة.